مرصها وراح تجيب انت. انا اريد حالكم طيبين؟ أنا جايكم اليوم علشان أصدر بعض القرارات وأتكلم في بعض الأمور. وأتكلم عن الاستهتار اللي صاير الأسبوعين اللي راحت. أنا قبل أصدر القرارات ابغى عبد الله بن دفنه. وينك يا عبد الله؟ انا عيط والله. الله يرحمنا. لا لا والله الله يرحمنا. يا طير يا طير اخلص يا عبد الله. اللهم نستغفرك. اللهم جاب بريد مسد وخاف مسد وخاف. Thank you.
تعرف ليش انا ناديتك ولا ما تعرف؟ انت بعارف؟ شبه عارف. وش الكلمه اللي قلتها يوم سعد جاء؟ قحطانه. وش قلت؟ سعد قحطانه قبل شوي؟ اي. وش قلت؟ قال انا ابشركم بشاره. انت قلت لي ايش؟ ان ابو كاتم؟ لا هو ما قال ببشركم بشاره. قال إن لله وإني هي راجعوا لحول. وأنت الكلمة وش قلت؟ قلت السؤال، كان عندي استفسار لك. إيش قلت؟ إن أبو كاتم؟ قلت أبو كاتم مات. لا ما قلت إن أبو كاتم. قلت إن أبو كاتم مات. لا اسمعني يا عبد الله. قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. الاستهتار في الكلمات هذه. لا أنا ما قلت. اسمعني مات. اسمعني يا عبد الله. خلينا. أنا السؤال سؤال كان. خليني أخلص كلامي. أنا أسبوعين اللي ما راحت. خلتكم على راحتكم. بس الكلمة هذه بعد اللي قلتها ان ابو كاتم مات. لا انا استفسرت. اسمعني يا عبد الله، ترى بحاسبك عليها حساب كبير. قل لا المرة هذه انا ما راح احاسبك. بيض الله وجهك. المرة هذه انا ما راح احاسبك. وفي كلمة ثانية قلتها يوم طلعت للامارات، نزلت انت سنابات. تخليني اتكلم؟ خليني اخلص كلامي. كل واحد يطلع من البرنامج هنا انا اتابع واعرف ايش يسوي ايش ما يسوي. وانت قلت انها ظلمات. منو؟ انت قلت انها ظلمات صح ولا لا؟ اكيد الظلم ظلمات يوم القيامة. هل تشوف اني انا ظلمتك؟ اقول الظلم بشكل عام. انا قلت انت الحدث. انا قلت ابو كاتم ظالم. انا رديت ظلمات يوم القيامة. اسمعني يا بن دفن، انا رديت عليك في تويتر الظاهر انك تماديت وقمت تقول ظلمات. انا في ايش ظلمتك؟ قل لا اله الا الله. انت عارف رسول الله. انت عارف اني في الامارات وعارف اني انت بخلص. جاوبني على سؤالي، انت قلت الشيء هذا او ما قلته؟ زين بس انت خليني اتكلم. ابغى النقطه هذه ثم اتكلم. أوكي. انت قلت الشيء ذا ولا ما قلته؟ انا قلت الظلم ظلمات يوم القيامه. انا فيش ظلمتك؟ حلو اقول لك شو اللي ظلمتني. انا مغرد بتغريده انه يوم الجمعه يوم الخميس المغرب بخلص. طيب انت كانك تعاندني وتستخدم سلطتك علي. انت صاحب القرار هنا. انت صاحب القرار. انا صاحب القرار واحد. ليش الشيء الثاني؟ الشيء الثاني هل انا ملزوم اني اطلعك برا القريه؟ انا رصيدي. كم رصيدك؟ احسبها بالساعات والدقائق يا بن دفنة؟ قل لا اله الا الله. انا انخصم من رصيدي ولا لا؟ احسبها بالدقائق والثواني يا بن دفنة. سامي الجعوني قال لك انا عندي شغل ولا لا؟ انا ما عليك من الشغل. انا ايش جاب اسم سامي عندي؟ شغل ولا من صاحب القرار؟ سامي وصلك من صاحب القرار يا بن دفنة؟ صاحب القرار. خلاص دام انا صاحب القرار لا عاد تقول ظلم. ما دام انك موقع على عقود وعارف الانظمه واللائحه معلقه عندكم. حلو. فلا عاد اسمع اي متسابق من اليوم هذه من الساعه هذه يقول ان ابو كاتم ظلمني، لان لو قالها على الهوى راح احاسبه وراح ادبل عليه الدرجات. انا ما جيت اظلم احد هنا. انا يدي امانه، المتسابقين كلكم سوا عندي، ما افرق احد عن الثاني. حلو. فما اظلم احد. حلو زين ممكن سؤال؟ يوم انا غردت ليش غردت وراي على طول؟ اسمعني يا بن دفن، لان الجمهور يعتقد اني انا جالس اظلمك. انا ما اظلم احد. في عقد وفي لائحه وفي انظمه وانتم مخالفين، ولو اتكلم باشياء كثيره حملتك اخطاء اكبر من اللي انت فيها يا بن دفنة. تفضل يا بن دفنة وانتهى النقاش. لا اسمع كلام وطالع مع الباب ان شاء الله. فارس البشيري يلا يلا نمني يا لبه. سلام عليكم. سلام الرحمه البركه. اسمعني زين يا فارس. ايه لبه. انت طلعت برايم وطلعت برا وشفت كل شيء ورجعت. والبرايم الثاني كنت فيه ورجعت. صح. انا بوصل لك حاجه. سلام. وما ابغاك تنساها زين. الخطا اللي سويتها المره اللي راحت اعيدها لك واقولها لا يتكرر علشان ما يصير شيء ما قد صار في رصيدك. طيب ايش سويت؟ بعدين الشيء الثاني. انت تقول ان الاعداد ما ينفذ طلباتي. وصلت لمين اوراقك انت في الاعداد؟ وصلتها فايز للبلديه. وصلتها لمين؟ لا تقول لي بلديه، انت قلت اعداد. للبلديه بس مو الاعداد. الحين انت حولت الموضوع للبلديه، انت تقول على الهواء انك اعطيت الاعداد.
مين الاعداد اللي اعطيته؟ انا مجتمع معهم قبل شوي، مدير الاعداد ناصر الحربي، مجتمع مع فايز مدخلي، مجتمع مع احمد داود، ولا صار اي شيء من الكلام اللي قلته. والله وصلت لابو كاتب. شوف لا والله وصلت، مستعد استدعيهم الثلاثه حقك، وصار الاوراق ما تسلمت ترى بيكون الخصم عليك قوي، وانا سلمتها للاعداد حقك، وانا مستعد اجيب ثلاثه شهود وارضى او رئيس البلديه، وسلمتها للاعداد ورئيس البلديه. الاعداد مين اعطيته؟ الاعداد فايز مدخلي. فايز؟ طيب انا قبل شوي انا كنت مع فايز حلو، وتكلمت معه في الموضوع هذا، ومو هو صحيح ولا وصل اي ورقه منك. طيب انا اجيب اربع شهود من حقين البلديه نستعمل، يعني تبغاني اكذب انا الاعداد اللي معي والشغل اللي معي يا فارس؟ وانا طلع كذاب؟ ما انت بكذاب، الاعداد شغالين ويعرفون ايش يشتغلون وقايمين باكمل وجه. انا صح؟ لا لا لا، على شوف شوف يا فارس، لا توصل للاعداد انه ما يسوي شيء. لا على عيني وعلى راسي، الاعداد يشتغل يقوم بشغله وعارف كل صغيره وكبيره، فلا ترمي اي تهمه على الاعداد. طيب ان كان لك شيء او صار في تقصير اطلب ابو كاتب، ابو كاتب يجيك، وان كان لك حق تاخذه، وان كان لهم حق بياخذونه. صدقت. الشيء الثاني وارجع اكررها، الخطا لا يتكرر ويصير مره ثانيه يا فارس. طيب ابشر يا خشمي، بس انا عندي طلب. تفضل. ابي اعرف ايش الخطا بس. تفضل. تعرف معمر الايام الشخص اللي يخطي يعرف ايش خطاه. تفضل. منيف موجود ولا ما هو موجود؟ ما هو موجود. عشان اوضح الصوره، منيف استأذن نص يوم، ولكن الظاهر حد الآن يومين ما جاء، هذا حنا في اليوم الثاني، واليوم اسمعوني لا أحد يقاطع كلامي، خلوني أخلص الكلام. الظاهر منيف ما خلى أحد فيكم محامي عليه، لو خلى أحد محامي كان ناديته عندي. والظاهر أن اليوم الثاني ما راح يجي، راح يكون له خصم 1000 ريال على منيف. 24 ساعة. طيب مو بشغلك انت، ما انت بالمحامي حقه. لا الحق انقال. الحق انقال، وانا عارف الحق وعارف ايش اسوي. ما نقصنا من حقك ابو كاتم، بس الرجال ما كمل 24 ساعة. ما لك حق وما انت بمحامي علشان ما اخصم عليك الحين واعرفك الحق. وصلت المعلومة ولا ما وصلت؟ هذا القانون ولا اللي انت؟ اسمعني يا منو اللي يتكلم؟ وائل خواجي. وائل انت ما انت محامي، وخليني اخلص كلامي افهم الكلام زين. انتوا كثرت طلباتكم وكثرت شكواكم وجالسين ترمون على اعداد اشياء كثيره، علشان كذا انا ما ابغاكم من يوم ورايح توصلون شيء للاعداد، ابغى منكم تعينون واحد الحين يكون مسؤول وقائد، ويجيني الحين عندي ويقول لي كل الطلبات ويقول لي كل الشكاوي ويقول لي كل شيء. كلكم قائدين، ولكن ابغى واحد يجيني هنا يعطيني كل الطلبات. لا معليش معليش، رئيس البلديه. لا رئيس لا البلديه لا. ابو كاتب خلاص عينوا رئيس البلديه يجيني. اي كل واحد يمسك رئيس بلديه واللي يصير كل اسبوع يصير رئيس بلديه واللي ماسك كل اسبوع انا حستلم. خلاص يلا انت سلمت. انا بعض الامور البلديه بكره. بكره تنتهي عندي بكره ان شاء الله. والامور جاهزه كلها عندك؟ سجلتها ولا باقي بتسجلها؟ اي امور؟ الطلبات، الشكاوي، كل شيء. انا ما راح اتكلم مع اي انسان، رئيس البلديه اسبوعيا انا اتناقش معاه ايش الطلبات اللي موجوده للمتسابقين، راح اخذها من عندك. ما راح كل اسبوع. كل اسبوع رئيس بلديه. كل اسبوع رئيس بلدي. بالنسبة للاسبوع ذا انا اللي جاني بس حق الفقرات فقط، ما جاني اي شيء غير. اي شيء وقعت عليه؟ اي شيء شكاوي كلام؟ لا اشوف كلام يطلع على الهواء على الاعداد. الاعداد تحمل ما فيه الكفاية وما له شغل. انا بالنسبة لي ابو كاتم بسلم بكرة،
وكل المهمة اللي بيستلم بكرة. أنا أنت منو رئيس البلدية؟ بكرة راح يستلم. خلاص اللي يستلم رئيس البلدية جيب لي إياه كل شيء. يعني أنت ما تبي رئيس البلدية؟ أنا خلاص بكرة أنتي وقتي أنا. طيب عينه مسؤول الحين. أنا أتكلم عينه مسؤول عشان تتناقش معاه. ما تفضل جيب لي روح اجتمعوا مع بعض وجيبوا لي مسؤول. ما مسؤول علينا. ما هي مسؤولية السالفة على الرصيد يا أبو كاتب. ما اختلفنا. أنا جيب لي شخص الحين يتحمل المتسابقين وطلباتهم وشكاويهم ويكون هو في الواجهة. تفضل شوفوا لي واحد من المتسابقين يجي. يا عيال ما فهمتوا انت. هو قصده رئيس البلدية بيتحمل الكلام اللي ينقال على الهواء. اذا في شكاوي شيء ما جيته لا يتحمل. لا. يا وايد وايد بكره رئيس بلدية. يا وايد بكره حيكون في رئيس بلدية. اسمع اسمع طيب افهموني يا عيال. اسمعني تحملها اليوم الى بعد الى بكره. انت ما فهمتوني يا عبد العزيز. بكره طيب تحملها الى بكره. خليه يشرح. السالفة ما فيها يا عيال انه يبغى واحد يتحمل كل كلام ينقال بحيث انه اذا ما جت الشكاوى وجاء احد تكلم على الهواء راح يحاسب المسؤول. فهمت كل... هذا الوقت اسمح لي اقول شيء. الان الشباب كلهم ما يبغون يمثلون احد يقدمون احد. هذا هي يبغون رئيس البلدية. الحين انت بكره بتنتهي. لحظه بكره بتنتهي. الان ادخل مثلنا. أي. خذ العلم وحنا اصلا معك ما راح نشتكيك. ايوه بكره اذا استلم رئيس البلدية فهمنا كل شيء. خلاص بس عشان تتم المساله. هذا هو الكلام اللي نقوله من اول. وش اللي صار؟ اللي صار يا ابو كاتم بستلمها الى بكره، اذا عندهم شكاوي شيء يكتبونها لي من الان. طيب انا اقولها لك الان. وش اللي قالوا لك؟ وش اللي عندك؟ وش المطلوب؟ اللي عندي يا طويل عمر السلام، انا بكره بتنتهي رئاسه البلديه مع المسابقه. فانا اقول لهم اللي عنده شكوى، اللي عنده اغراض، عنده طلبات، شيء يبغاها يسلمها لي. طيب. وانا شو اسمه بحيث لو حد تكلم على الهواء شيء بوصل لك معلومه. سم طالب. انتم بعض الكلام تقولونه من عندكم، انا قلت لك قبل شوي انه في خصم. خصم ليش؟ انت تقول ان انا اتحمل الوجه وينخصم علي، انا قلت لك قبل شوي ان في خصم عليك؟ هذا اللي فهمت. فهمت انا قلت كلمة خصم؟ يعني ترمي كلام من عندك للجمهور ان في خصم ما خصم؟ هذا اللي فهمت. انا قلت المسؤولية اتحملها. انا قلت اتحمل مسؤولية علشان اذا في طلبات تكون من شخص واحد. طيب. موجه من عندكم العواقب تكون جميع ما عليها اي عواقب. يعني بس علشان بعدين لو جاني شيء اقول المسؤول اللي حطيته ما وصلنا الشيء هذا. فهمت المقصد؟ فهمت. فلا تدخل الخصم في موضوع. انا اعرف ايش اخصم وعارفين انتم القواعد والانظمه والقوانين في القريه. فلا توهم الجمهور شيء ثاني وتحملون. ما هو من الجمهور هذا انا اللي فهمته يا ابو كاتب. عاد هذا فهمك شيء ثاني. انا اللي فهمته شرحته. وهذا انا فهمتك الحين مره ثانيه. اوكي. فهمت؟ اوكي. سجل كل شيء اليوم. كل شيء. لا يجيني بكره احد يقول انا نسيت ما اسجل حاجه. ما راح اضيف فقره واحده ولا راح البي لك طلب اذا ما تسجل في الورقه. الاعداد راح يعطونكم ورقه تسجلون فيها كل صغيره وكبيره. هذا العلم لك ولجميع المتسابقين. تفضل. الموضوع الثاني موضوع منيف. تكلم قبل فتره عن ان فقراته ما تصير وان فلاش موب ما صار وزي كذا وان الاعداد اجلها. الإعداد ما قصر معه، جهز كل الطلبات، جهز كل الأمور، ولكن كان التأجيل من طرف منيف. فهذه الرسالة وصلوها لمنيف. لا أحد يوهم الجمهور أن الإعداد هو مقصر. ونقطة مهمة وتهم من النقطة هذه، أنا لا أشوف متسابق يرمي شيء على الإعداد. بعض التقصير ترى من عندكم، والهوى نصه ما فيه موجود بعض المتسابقين. واذا اخطيت تحمل خطاك وقل انا اخطيت، انا اجلت. لا توهم الجمهور بكلمات وتوهم الجمهور باشياء ثانيه. هذا شيء مهم. والشيء الثاني، انا لا اشوف احد يطلع من عند ابو كاتم وابو كاتم ظلمني وظلم وظلم. هذا الكلام مو بلبن دفنه، لكل المتسابقين. لو اسمع متسابق يطلع من عندي ويرمي كلمات على ابو كاتم او يصك الباب او يتطاول او يرفع صوته، اقسم بالله العظيم ان الخصم راح يكون دبل. الكلام هذا لكم جميعا. اتمنى العلم وصل. انتم رجاجيل ونعم فيكم وانا احترمكم واقدركم، ولكن هذه آلية المسابقة وهذه انظمتها وهذه القوانين. والغياب عن الهوى لا أشوف يصير غياب على الهواء، لأن الخصم راح يكون 1000 ريال. القرارات
القرار الأول الخروج من القرية راح يكون 3000 ريال، هذا لمدة 24 ساعة يوم واحد مهما كانت ظروفه. القرار الثاني الخروج من المستشفى 500 ريال، وإذا صحتك مهم أنت يا المتسابق وتهتم فيها لا تقول للجمهور أنا تعبان أنا فيني، إذا صحتك تهم ادفع مثلك مثل أي متسابق واطلع المستشفى وحنا نقوم بباقي الواجب. الشيء الثاني لا أشوف تصادمات ولا أشوف أحد يتبلى أحد ولا أحد شوف أحد يرمي بكلمة ما لها وجه حق على أي متسابق أو كامل يكون في الإدارة، واحترام الفقرات واحترام المقدمين واحترام كل ساعة ولحظة وثانية تقضيها في زد رصيدك راح تحاسب عليها، راح الخصم يكون 2000 ريال. وصل العلم؟ هذا آخر الكلام اللي عندي. وش تقول يا محمد عثمان؟ أقول يعني نموت يعني. خصم 200 ريال محمد عثمان عشان ثاني مرة ما ترد. يا أخي اسكت. انتهى النقاش. انتهى النقاش، مع السلامة. يوم خشيت جوا ذكرتك تقول حلو زكتي كذا ما ادري شرط عرفت. بس لا بسال سؤال، بسال سؤال الحين. يقول لي طال في طال في طال في ايش فيك الحين؟ انا ركبتي مريض، انا بروح اعالج مريض انه لا 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 الحين انا بعالج ركبتي. شو يعني تدري شو انا عايز اذا تسوي لي 3 ايام ايش معناته 1500 كذا؟ طب بس بس والله ولا همني. طب صلي على النبي. لا 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 ولا همني. انا 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 اسف بس بس انا الحين فايز مدخلي حلو خلاص، ممكن اخر فقرات بس كذا من كلام انه الجمهور قلب عليه فما هي حلوه، فكنت بروح ابرر. قال لي صالح لا تروح تبرر، قال برر في كوفي شروق. ايش رايك؟ ها؟ انت زين؟ انا قال لي من اللي في الاعداد مأخر لك؟ يا قلت فايز مدخلي. قال لو اجيبه في فرق بين الاعداد وفرق بين اللي هو رئيس البلدية. اسمعني طيب انت تسمع اوصل الفكره اول شيء عشان تفهم. قال لي من اللي اخر لك الفقرات؟ قلت فايز مدخلي. حلو كذا. الجمهور من كلامه واضح انه قلب على فايز مدخلي. اها حلوين؟ حلوين. فهو قال لو اجيبه يقولون ما صار هذا الكلام. إيه؟ قلت انا اجيب 3 شهود انه فعلا سلمتها. الجمهور لا يكون قلب على فايز مدخلي، حلو؟ إيه؟ وصير انا الضحيه انه انا اخذ ذنب فايز. طيب. فانا قلت اوضح لبكاتو قبل لا تستعجل. اول شيء راح الفايز مدخلي. قبل لا تستعجل، اول شيء راح الفايز مدخلي. ممكن يكون لبس في البدايه قبل انك تجي وتتكلم في الكونشر روما. فاول شيء شف فايز وبعد كذا، لانك كذا بتكون ظلمته لانك ما تكلمت معه، فراح شف فايز الحين. لا كلمته انا، راح له كلمته. انا قال سؤالي قبل يومين، قال لي الفقرات ايش ناقص؟ قلت له خلاص اقول لك بسلمها بدون ما تجيب لي، انا بجيب لك علشان ما تظلمه. راح الحين الفايز، رحت له يا مسلم. ها انت ما فهمت الهرجه السالفه كامله، ما فهمتها والله العظيم. فاهم عليك وانت الحين بتحطها نفس الحكايه. لا انا اللي فهمته الحين انه فايز مدخل الجمهور قايم عليه، ونفس الوقت يقول فايز انا ما استلمت. أنا عندي 3 شهادات. أنت اللي فهمتها الحين. طيب رحت اسمع أنا قد رحت له بوضح لك شيء يا أخي، بوصل لك فكرة واحدة. أنا الأدبي لا يقلبون عليه. حلو؟ في نفس الوقت لا أكون أنا السبب. فهمتني؟ حلو؟ حلو. اللي بوصله فايز مدخلي سلمت عن طريق عبد الله بن دفنة وائل خواجي يمكن الرئيس البلدي وصالح الزهيري. هذول الثلاث اللي كانوا شاهدين سلمته بأوراق. وعندي ورقة هنا بعد. جيب ورقة أنا مشيها لك. أتكلم جد وتتسمى.